البنات كديري لاباس عليكم، كنتمنى هذا الفيديو نتوما تشوفوه تكونوا في صحه جيده. البنات غادي نشارك معكم الطريقه ديالي ديال المسمن في الفران، نتمنى تعجبكم. المهم غنعطيكم هنا العبار ديال الدقيق. بالنسبه ليا انا هنا شحال درت جوج جبابن صغار ديال الفينو، ثلاثه جبابن كبار ديال الدقيق الابيض او الفورص. غندير معكم الملح البنات على حسب الذوق، كل واحد القياس اللي غيدير في الدقيق ديالو. غندير معكم واحد قبيصه ديال الخميره، ماشي بزاف البنات، غير شوي غير شويه. ها انتما كما كتشوفوا عيب شويه الخميره. غندير معكم واحد المعلقه ديال العسل، اي عسل البنات عندكم كيجي زوين. صافي البنات غير معلقه صغيره البنات، وغادي نعجنوا دابا معكم بالماء دافي. البنات راك عارفين دابا مع كاين البرد، غنسخنوا شويه الماء ونعجنوا معاكم. دابا نبداو نعجنوا في العجين ديالنا البنات. كما قلت لكم انا عجنته في الماء دافي حيت كاين البرد، ملي كيكون الصيف كنعجنوا غير الماء بارد. صافي كنخلطوا العجين ديالنا مزيان، ما يكونش البنات جاري، يكون عجين متماسك كما كتعرفوا المسمن ما خصناش نجريو فيه العجين ديالنا. صافي غدا نبقى نجمع في هاد العجين حتى كيتجمع ليا ونرجع معكم البنات. المهم البنات انا عجنت العجين ديالي جمعته، دابا غندلكو واحد الشويه غير بيديا، والمهم اللي عندو العجانه راه يقدر يديرو في العجانه. فيديو بزاف. المهم البنات انا عجنت العجين ديالي كيما شفتو معايا، واخا هكاك راه ما دلكتوش يد ليك، ولكن المهم بديتو جبتو مزيان حتى ولا على هاد الشكل. غندير هنا واحد شويه ديال الزيت ونشكلهم واحد كوريت صغار. المهم حيت انا غندير هاد المسمنات غير صغار في الفران، ما غاديش ندير المسمن كبير. المهم حال كل الناس نشكل المسمنات ديالي على هاد الشكل. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعب. ها انتما البنات دابا انا شكلت معكم هاد الكويره ديال المسمنات، غادي نخليهم يرتاحوا لينا واحد ماشي بزاف واحد 10 دقائق صافي، وباش نشكلهم معاهم حيت من واحد من بعد من غنشكل معكم هاد المسمنات غنعاود نخليهم يرتاحوا لينا واحد نص ساعه اخرى. هادشي علاش انا عجنت العجين ديالي مباشره شكلته على الكويرات، غنخليه يرتاح ليا 10 دقائق ونخدم معاكم المسمنات. خليكم معايا. من بعد ما ارتاح ليا المسمنات ديالي دابا غادي نبدا نوجد فيهم معاكم. ناخذ الاولى نقول بسم الله. المهم بالنسبه لهاد المسمن البنات ضروري كنورقوه شويه حتى كيبان لينا فوق سطح العمل، تكون رقيقه السمك ديال هاد المسمن غير بحال هكا. واخا يتحل لكم بحالكم ما تخافوش راه ماشي مشكله. بالنسبه للناس الزبده اي زبده عندكم ماشي بالضروري تكون هاد الزبده هادي. صافي وناخذ واحد شويه ديال الزبده وندهن بحالكم الكويره ديالي هكا. انتما كيشوف انا ما كثرتش بزاف الزبده وانتما كاختيار كيبقى لكم. هانتوما البنات بحال هكا كما قلت لكم راه ماشي مشكل. شويه الزبده ونشكل لكم مربعات بحال هكا البنات. صافي بحال هكا غنحط دابا معكم الاولى وناخذ الثانيه عاوتاني البنات. ما نقطعش معكم الفيديو باش تشوفوا هاد المسمنات كيفاش غادي. غندير وحده في وحده البنات، غندير جوجات حتى هي غادي نورقها مزيان. كنورق في الاول غير بالزيت البنات، مره وحده كنرش الزيت صافي.
كنورق بها هاد المسيمنه ديالي. ها نتوما نتوما شتو مزيان صافي. وغناخد شويه الزبده ندهن بها السمنه الثانيه صافي. غنحط دابا هاد الاولى اللي ورقت معكم الاولى ها هي، نعاود نديرو لها بحال هكا، نديرو لها بحال هكا هكا صافي. ها هو ونحطوها هنا بنات صافي. غندير غير مسمنه في مسمنه. ها هي مسمنه البنات. من بعد ما ها هي صوبتها غنحطها حتى هي ترتاح ليا، ونعاود نرد هنايا في هاد الطاوه، وغادا نعاود نشكل كويرات اخرين نفس الشكل البنات نفس الطريقه حتى غنكمل المسمنات ديالي كاملين. بين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. هانتوما البنات انا غطيته دابا يرتاح ليا واحد ربع ساعه صافي فقط، لان العجين تبارك الله مرتاحه. غنخلي غير واحد 20 دقيقه صافي، وغدا نقرصو مباشره نديرو في اللاطه وندخلو الفران البنات. انا كملته دابا وانتوما كما كتشوفوا معايا. بالنسبه نتوما الا كنتوما مزروبين شعلي تقدروا تخليوه حتى نص ساعه. البنات ها هو المسمن ديالنا ارتاح لينا كما قلت لكم، خليته ربع ساعه صافي. دابا غنبدا نقرص المسيمات ديالي. البنات هما المسيمات ديالي ارتاحوا ليا كما شفتوا معايا. دابا غنبدا نقرص فيهم بحال هكا صافي، ونحط في اللاطه صافي، ونحطو هكا في اللاطه البنات كما كتشوفوا معايا. المهم البنات ها المسيمنات ديالي كملتهم كما كتشوفوا معايا، هما في اللاطه غندخلهم الفران. ملي غيخرجوا ان شاء الله من الفران غنشاركوا معاكم كيفاش جاوا. ها نتوما البنات نتمنى يعجبكم، جربوا ان شاء الله راه غينال الاعجاب ديالكم. هنا البنات المسيمنات ديالي طابوا ليا، هما خرجوا من الفران تبارك الله، راه جا غزال وجا مقرمش ورطب في نفس الوقت. البنات ما تشبعوش منه، غير جربوه، انا متاكده بانه غادي يعجبكم. والمهم الحباب ديالي خليتكم على خير، نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتمنى الحباب ديالي تشجعوني ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشارك فضلا وليس امر، خلي لي واحد اللايك وواحد الاشتراك فضلا وليس امر الحباب ديالي.